دائما ما تتزاوج الكلاب بهذه الطريقه التى لربما تظهر للبعض انها غريبه لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب وحكمه وما تراه ليس بعجيب لكن وراءه حكمه وسبب السائل المنوي الخاص بالكلاب ليس لزجا بشكل كافي حتى يبقى داخل رحم الانثى ولا يخرج بسهوله السائل المنوي الخاص بالكلاب قريب من الماء وليس به درجه لزوجه ولذلك يحتاج ما يجعله يظل داخل رحم الانثى فتره طويله لتمام عمليه التخصيب ولحدوث ذلك فإن الأنثى تمتلك عضلات رحم قوية والذكر يوجد لديه جزء في مقدمة العضو التناسلي يقوم بالانتفاخ والتحول لكرة وعند اندفاع السائل المنوي تبقى هذه الكرة منتفخة لمدة تقرب من 20 دقيقة ثم تعود لطبيعتها وبذلك تتم عملية التزاوج والى هنا نصل الى نهايه حلقتنا اليوم لا تنسى الاعجاب والتعليق والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد